عفاف، دائما بيقولوا انه بكل ما يحدث بالعموم يبدا سيل من الاقاويل والاشاعات، واحيانا كثير من التفاصيل والاخبار اللي بعض الناس ممكن تتلقاها بذعر وخوف وتتشتت افكاره. صحيحة سلمى، يعني كثير من الاشخاص بتصير عندهم الحاله مؤذيه نوعا ما لنفسيتهم. رح نتعرف على تفاصيل اكثر ضمن فقرتنا الاخيره مع الاستاذه سلام قاسم، وهي اختصاصيه علم النفس. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب، ويسعد صباح المشاهدين. اهلا وسهلا فيك استاذ سلام. بالعموم نحن بنعرف انه باوقات الحروب تشتد طبعا الازمات النفسيه وبيبلش الخوف والقلق والزعر. كيف فينا نتعامل مع هذا النوع من الخوف والقلق من الإشاعات وما ممكن أن يحدث؟ يعني هلأ أكيد دائما بالأزمات بصير الخوف الشديد كتير، وأحيانا بيكون غير مبرر، بس لحتى نعرف نحن كيف نتعامل مع الخوف لازم نعرف بالأول هو الخوف شو. هو الخوف عبارة عن مشاعر، هي مشاعر إنسانية أساسية، هي عبارة عن شعور مبرمج للجهاز العصبي بيخليك يعطيك إنذار أنه في خطر قادم بيظهر وقت لما الإنسان بيشعر بهذا الخطر، أو ممكن يشعر بعدم الأمان. لما بيشعر الإنسان هذا الشعور بتلاقي عنده بصير عنده هاي المشاعر من الخوف. هاي المشاعر بتتجلى بأعراض، بتكون أعراض جسمية وبتكون أعراض روحية. بتلاقي الإنسان بصير عليه مثلا لونه بيميل إلى الإصفرار، بتلاقي بصير عنده تعرق شديد، ممكن يصير غثيان، إضافة إلى أنه بصير عنده شعور من توتر وقلق. لما بصير عند الإنسان هذا الشعور لازم نحن ننتبه أنه معناتها صار في خوف، يعني أفراد الأسرة بدهم ينتبهوا أنه هذا الشخص خائف. هون بيجي أنا أنه كيف بدي أتعامل معه بهذا الظرف يلي هو فيه. خلينا أستاذ سلام بس نوقف عن نقطة مهمة. وقت نحن بنقول خوف وهلع ودخلنا بحالة نفسية لدرجة الهستيريا، نحن ما بقى نقدر نضبط أعصابنا أو نعرف نتعامل مع هاي الأزمة قد ما كان نحن عنا كنترول وقادرين على أنه نحن نتعامل بشكل صحيح مع هاي الأزمة اللي هي خوف وهلع، إن كان معنا ولا مع أفراد أسرتنا أو المحيطين فينا. ولكن أوقات بتوصل لمرحلة جدا مؤذية وبتكون خطيرة، ممكن تكون خلينا بس نعرف هاي المرحلة إمتى بتكون معنا طبيعية وخرجت عن الحد الطبيعي ولازم التعامل معها بشكل مختلف تماما وهي صارت حالة مرضية. هلا اكيد هلا حكيك هذا اللي عم تحكي فيه. الانسان مثل ما قلت لك انا بلشنا انه هو بشعور طبيعي وبيتحول لشعور غير طبيعي لما بصير بازمات. ولكن انا بدي اجاوب سلمى على سؤال اللي سالته، هو كثير مهم صراحه خصوصي نحن بالظرف يلي نحن موجودين فيه. هلا اول شيء لازم انا اعرف كيف اتعامل مع الخوف بالازمه لما بتصير عنا. لازم اعرف بالبدايه انه انا اختار انه الوقت المناسب لحتى احكي مع اولادي مثلا، اضافه الى انه لازم ننظم الوقت، ننظم الوقت بطريقه كثير حلوه، يعني انه مارس روتين الحياه اليومي المتعارف عليه. هذا الروتين الحياة بيخليك تشعري انه لا في شيء لازم اعمله. كمان لازم اتعلم مهارة، مهارة العناية بالذات، الاهتمام بالنفس. يعني لازم انا مثلا حتى لو كان في ازمة لازم الاشخاص اللي موجودين يعرفوا انه في مهارات طبيعية اعتيادية يوميا، الانسان بده ياكل وبده يشرب وبده ينام، اضافة الى انه بده يروح رياضة، عنده عمل بده يروح. فهي المهارات قيادة الوقت وادارة الوقت، اضافة الى انه كيف نتعامل مع الاشخاص اللي موجودين، إضافة إلى الهدوء والتوازن النفسي، كتير مهم بالأزمات. نحن كمان لازم نعرف إنه نعرف الخوف شو هو، قديش حجمه. يعني أحيانا نحن بنعطي تهويل كتير كبير للحدث ونعرف إنه هذا الخوف يلي هلأ موجود هل هو خوف دائم؟ هل هو رح يكون كل الوقت؟ طب هلأ هذا الخوف اللي موجود هلأ نفسه رح يكون بعد سنة؟ نفسه بعد 5 سنوات؟ ولا هو رح يكون آني خلال فترة معينة؟ يعني هذا كمان بيهدئ من روع الإنسان. إضافة لأنه لما بيكون في خوف في حقائق عن الخوف. يعني أنا لما بعرف مثلا أنه في أزمة معينة عم بتصير، في حرب هلأ، في حرب بغزة، في إنجاز كتير كبير للفلسطينيين مثلا بالأماكن اللي هني عم بيحرروها، كمان هذا لازم أعرف أنه في نقاط إيجابية في نقاط سلبية، بعرف شو الحقائق يلي لازم يعني الخوف الطبيعي. هلا الخوف الطبيعي طبعا الانسان هو، انا ليش بلشت بالبدايه بتعريف الخوف؟ انه هو شعور طبيعي غريزي. نحن كلياتنا من بدايه من نعومه اظافرنا بنخاف. الخوف هو غريزه، يعني بتخليك تعطي وقايه لإلك. طبعا هو احد غرائز البقاء على الحياه، يعني فهو بخليك تعطي هي الوقايه لإلك من خطر قادم. فهو شعور طبيعي. طبعا بيتحول لشعور غير طبيعي لما بيتكرر بمواقف كثير. بصير هون في عندنا رهاب، في عنا فوبيا مثلا. فلما بصير انه رهاب ممكن الانسان يكون يخاف من حدث صار هلا، انا خفت ومشي الحال. مثلا شفت مثلا كلب، انا بخاف مثلا من الكلاب او من القطط مثلا انه بشكل طبيعي،
مثلا شفت كلب بعد عني مثلا رجعت لوضعي الطبيعي، ولكن اذا دائما اذا شفت صوره الكلب، اذا شفته على الفيديو، اذا شفته وين ما كان مثلا وصار في خوف، معناته هون صار في رهاب، رهاب القطط او رهاب الحيوانات الاليفه، هذا بحاجه لعلاج، بحاجه لطبيب نفسي. كمان نفس الشيء بالازمات، لما بتشوفي انت انه بالحرب في توتر كثير ضمن العائله، في احد الافراد بتكون رده فعله كثير مختلفه، بتلاقيه دائما عم يتابع على التلفزيون، دائما على السوشيال ميديا، دائما عم يسمع الاخبار، عم يعطيها حجم كثير كبير، بتلاقي فورا صار عنده اعراض، انت لحالك بتنتبهي انه مثلا كثير عم يسال، في تعرق زائد، في تسرع بنبضات القلب. وهذا انا اللي بدي اسالك عنه، نحن بنعرف بالعموم انه حاليا كلنا ملتصقين بالشاشات، كلنا عم نحاول نتابع يوم بيوم شو عم بيصير بغزة وبأراضينا بفلسطين المحتلة، ولكن في ناس عم بتتابع بعيون محلل، بعيون المراقب، بعيون الفرح، وفي ناس عم بتتابع بعيون الخوف، وغالبا هذا الشعور بينتقل من الأهل للأطفال وليس العكس، لأنه الطفل لا يعرف الخوف، الطفل يتعلم يكتسب هذا الشعور اكتساب. اليوم أهمية أنه أنا خليه يتابع هاي القضية ويشوف هاي التفاصيل ويعرف ويفهم شو عم بيصير، بس بنفس الوقت ما لقنوا مشاعر سلبية. أكيد هالحكي. هلأ كتير نحن مهم أنه نضبط مشاعرنا ومخاوفنا تجاه أطفالنا لما بيكون أي ظرف أو أي أزمة ممكن يمر فيها البلد أو تمر فيها العائلة بشكل خاص. هون طبعا نحن تختلف على حسب المراحل العمرية. هلأ بشكل عام نحن لازم نعرف طفلنا من شو عم بيخاف، يعني نحن نخليه يحكي. يعني أنا بيجي مثلا بسأل الطفل عن مشاعره، أنت شو مشاعرك، شو حاسس، شو عنده معلومات، شو المعرفة اللي عنده. قد يكون ما عنده معرفة، مثلا بجوز أنت يتهيأ لك أنه هذا الطفل خايف، بس فعليا هو ما أنه خايف، بجوز هو عنده ردات فعل تجاه حركات أهله وتصرفهم بالبيت، بس هو ما عنده أي معلومات عن الحدث، بس مجرد ردات فعل عن تصرفات الأهل. مشان هيك أنا لازم أسأله شو عنده معلومات، شو عنده معرفة، كيف ممكن أنا أتعامل معه. أهم شيء أني أفهم منه وخليه يحكي، وخليه يحكي بهدوء. إضافة إلى أنه كتير ضروري اختار الزمان والمكان، يعني مثلا إذا كان مثلا هو رايح على المدرسة، مثلا عنده شيء عم يعمله، أنا ما بصير أقطع له هذا العمل أقعد أسأله، لا، ممكن يكون نحن وعم ناكل مثلا حسينا أنه في ردة فعل معينة عنده صارت، أنه مثلا حكي لي أنت شو عم تحس، شو شايف، شو مشاعرك مثلا، بفهم منه أنا شو. لما بفهم منه بقعد هون وبوضح له الحقيقة. كتير مهم نحن نكون صادقين بالتعامل مع أطفالنا. يعني أنا ما بصير إذا كان في حالة حرب أو شاهد مظهر على التلفزيون أو مع والده أو مع أمه على السوشيال ميديا مثلا على الفيسبوك أو غيره، أقعد أقول له لا 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 هذا ما في شيء أبدا. نكران الحدث كتير خطأ، من الأخطاء الشائعة اللي ممكن ينكروها الأهل. لا، في حدث وفي حرب وفي مشكلة معينة وهي ظاهرة وموجودة، ولكن أنا دائما بحسسه بالأمان. إمتى الطفل بيرتاح؟ لما تحسسيه بالأمان، ممكن أنا ضمه، ممكن أحضنه وبشرح له أنه نحن هلأ في حالة مثلا حرب معينة عم بتصير، ولكن أنه في أشخاص مسؤولين عم بيحدوا من الحرب، في أشخاص مسؤولين هن رح يخففوا الشيء اللي عم بيصير، في أشخاص مسؤولين رح نوصل معهم للنصر، لا تخاف. دائما كتير مهمة هي العبارات الاطمئنانة اللي ممكن نعطيها لأطفالنا ضمن الأسرة. إضافة لأنه كمان الطفل ممكن تلاحظي أنت أنه مثلا في بعض الأطفال صامتين، عندهم الصمت مثلا، ما بيحكي، ما حابب يحكي، ولكن هو عنده شعور. أنت ممكن تلاحظي هون، ممكن تعطيه دفتر قلم وتلوين مثلا، عود رسم لي شو أنت عم تحس مثلا أو كذا، ممكن يرسم شغلة معينة أنت تستشفي منها أنه هو عم بيعاني من حالة خوف معينة، ولكن خوفه عم يمنعه من الكلام. كمان نحن ممكن نساعده، ممكن ننقله من مكان يكون في أمان أكثر. كتير مهم نختار الأمان لأطفالنا، صحيح، لحتى يحسوا بعدم الخوف، لأنه هو مؤشر كتير مهم من المؤشرات اللي بتوحي أنه عم يحس بالخوف وعم يحس بعدم الأمان. فالأمان هو أهم شيء نحن ممكن نعطيه لأطفالنا، ونكون هادئين. يعني مشاعرنا المختلطة يلي ممكن تكون ما في داعي نظهرها قدام أبنائنا، نعمل شوي على كنترول بالتحكم بمشاعرنا. يعني دائما الحياة هي عبارة عن 10% أحداث و 90% كيف نحن نتعامل مع الأحداث. يعني بالمجمل أنه هي ردود أفعال، أكيد، وكيف نحن، أكيد، ممكن. يعني اليوم أستاذ السلام حاولنا نأخذ ولو بوقت قصير، داهمنا الوقت، بعض التفاصيل عن موضوع الخوف. رح يكون لنا لقاءات قادمة وحديث موسع، ولكن حديث الساعة دائما هو ما نواكبه على شاشة الإخبارية السورية. نعتذر، اليوم لقاءنا كان قصير، بمرات تانية رح نتحدث أكثر. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله يا رب هيك الأمن والسلام للجميع. آمين.